العافية بحكي إن هون she has a car. she has a car يعني هي عندها سيارة، تمام؟ بدنا نعمل على هاي الجملة نيجاتيف. بيجي طالب بيقول لي عادة سهلة، بنحطها شي بدل has، شو بتصير؟ بحكي لي بنحطها hasn't a car. باجي بحكي له هاي الجملة خطأ 100%. ليش؟ هلا هون has اوكي احنا من فيها ب hasn't وال have haven't، بس هون انا has عندي اياها verb 1. شو يعني verb 1؟ يعني عادة زيها زي اي فعل طبيعي. طب انا كيف بدي اميز اذا has او have؟ هون بمعنى يملك، يعني عادة زيها زي اي فعل، او اذا كانت has او have اللي هي المين verb اللي هي افعال مساعدة. اذا ما في فعل وراها، ما في verb 3، فمعناته هاي بتكون verb 1 بمعنى يمتلك او يملك، تمام؟ فهاي بنعتبرها ايش؟ زي كأنها verb 1. وشو لنا في الverb 1؟ هو don't او doesn't، فمعناته هون بيصير الحل she، طبعا هي مفرد singular، فرح تاخد doesn't have a car. طب ليش حطينا have مش has؟ لأنه بعد أفعال الدو بدنا الفعل اللي هو البيس المجرد، والمجرد من have و has و had زي ما حكينا قبل اللي هي have. فنفي هاي الجملة she doesn't have a car. ويعطيكم العافية.